الحزن المركز العالي بنات شيخ الكرم والجود والطيبة أبو مسفر السنة في درب الأفعالي صيته تعلى وكل الناس تدريبه الطيب والماثلة وعلومه اجتالي والأم تجل فخر والعز تسريبة أم مسفر اللي لها لمداح تنقالي ربات بنات على قب ومشاريبة منها أخذنا جمال وكل الأفصالي هذه أشواق زينها فارق بترتيبة أميرة الغيد دون شك وجدالي هيا الجمال الطبيعي تزهابه طبيع الفلا بالحلا والزين تختالي النوف من هو يماريها لها الخيبة أخاتها للزين وشيخة جيلها الحالي منيرة مهرة من سلالة عريبة متصاترة بالجمال وغيرها تالي عبير قمر في السماء علي مراقيبة عثير في زينها وصفها عجيبة مدلة له والحلا من ضفنا الوالي يا حي مسفر ومسفر كاسب الطيبة مهبال وفوال مراجل مركز عالي فصال سليل المفاخر عز وهيبة على النوامي سدايم صايد الجالي وخدامها القافي تتبهى مكاتيبة في بنات معيد واستوديو لمسات رنين لمسات رنين لكل جديد وحصري على عروش الترف والعز والهيبة بنات معيد خذن المركز العالي بنات شيخ الكرم والجد والطيبة مسفر السنة في درب الأفعالي صيته تعلى كل الناس تدريبه بالطيب والمرجله وعلومه اجتالي والام تجل فخر والعز تسريبه ام اسفر اللي لها لمداح تنقالي ربات بنات على قب ومشاريبه منها اخذنا الجمال وكل الافصالي وهذه اشواق زينها فارق بترتيبه اميره الغيد دون شك وجدالي هيا الجمال من هو يماريها لها الخيبة شيخاتها للزين وشيخة لها الحالي منيرة مهرة من سلالة عريبة متصاترة بالجمال وغيرها تالي عبير قمر في السماء علي مراقيبة دلوعة البيت ولا في زينها مثالي عثير في زينها وصفها عجيبة مدللة والحلا من ربنا الوالي يا حي مسفر ومسفر كاسب الطيبة لهبال وفوال مراجل مركز عالي وسلسلين المفاخر عز وهيبة على النوامي سدايم صايد الجالي وقدامها القافي تتبهى مكاتيبة في بنات معيد والحال تختالي استوديو لمسات رنين.